هرجع لك تاني على تلاقي هنا الحكومة بالفعل اتحركت. يعني شوف احنا اتكلمنا في قصة رأس الحكمة يوم الجمعة، ادي السبت الحد، الحد ايه اللي حصل؟ دولة رئيس الوزراء وجه علانية وبوضوح ورسميا بإيه؟ بخطة الإفراج التدريجي عن السلع اللي موجودة في الجمارك، أولها السلع الغذائية والأدوية والعلف. يعني الحاجة اللي موجودة في المواني والجمارك تبدأ تخرج، ده معناه إيه؟ معناه توفير الوفرة الدولارية. طب ده معناه إيه؟ معناه اللي يهم المواطن سلع غذائية، يعني السعر يتعدل. اللي يهم المواطن يعني ايه؟ اعلاف، يعني اللحوم والدواجن والبيض، منتجات الالبان، الدواء. يبقى رئيس الوزراء وجه بخطه ان احنا نخرج كل حاجه من المواني والجمارك. طيب حلو، تعال نكمل على اللي بعده. ووجه بزياده سعر ارداب القمح. الله اكبر، اهو ده كلام. ليه ده كلام؟ انا كده بشجع المزارع على التوريد. ده كلام، ده كلام حلو، ده الكلام اللي يفرح، كلام يخش النافوخ يعشش فيه. ليه؟ لانه منطقي وعملي. انا عايز المزارع يورد القمح. اه، هل دي اول مره الحكومه تاخد الاجراء ده؟ لا مش اول مره، الموسم اللي فات عملت كده. لو حضرتك فاكر الموسم اللي فات عملت كده، فكان معدل التوريد عالي جدا. ليه؟ لو تفتكر الحكومة قالت والله احنا هناخد منك القمح بالسعر العالمي، وحطوا مينيمم جارانتي، سعر ضامن. قال لك الحد الأدنى في التوريد اللي أنا هدفعه لك كذا. طب لو السعر زاد يا حكومة هزود لك، طب لو السعر قل يا حكومة مش هقلل لك، هدي لك الحد الأدنى اللي اتفقنا عليه يا عم، حلال عليك. ده شغل حكومة هنا نورة. طيب تعالى بقى، يبقى انا هزود سعر التوريد في ارداب القمح 100 فل، يبقى هعلي نسبه التوريد. طيب الحكومه بتقول ايه بقى؟ بتقول انه بعد هذه الاخبار الايجابيه جدا النابعه من اتفاق راس الحكمه والنابعه من انه عندنا جدول زمني كان واضحا بجلاء كيفما تفضل به دوله رئيس الوزراء، حصل ايه؟ تراجع في سعر الذره، تراجع في سعر الفول الصويا. الناس يهمها دايما ايه؟ اسعار المواد الغذائيه، اسعار السلع المعمره، اسعار مثلا السيارات اللي عاوز يشتري سيارات، الخ الخ الخ. الحكومه اشتغلت بالترتيب الحقيقه. هنا نرفع القبعه جدا وننحني كمان احتراما وشكرا وتقديرا. معايا على التليفون سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، منور الهوى وسعدت بلقائنا السريع في العاصمه الاداريه. الله يخليك يا فندم، انا اسعد. الله يخليك يا سياده المستشار. بنتكلم على التوجيهات والقرارات اللي صدرت عن دوله رئيس مجلس الوزراء النهارده، ومحتاجين من حضرتك يعني المزيد من التفاصيل. في الحقيقه يا فندم الاجتماع اليوم جاء بطبيعه الحال كما تعلم حضرتك في اطار حرص الحكومه على ضبط اسعار السلع في الاسواق، وفي ذات الوقت إتاحة المزيد من السلع من أجل توفير القدر المناسب من الطلب من العرض على الجانب السلع، من في العرض في جانب السلع الأساسية والأدوية باعتبارها سلع أساسية واستراتيجية للمواطن. ولذلك دولة رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم حرص على بحضور معالي السيد محافظ البنك المركزي والسيد معالي السيد وزير التموين والتجاره الداخليه والسيد معالي السيد وزير الزراعه على مناقشه توفير التمويل من النقد الاجنبي الملائم لسد الفجوه في السلع الاستراتيجيه والادويه. الاجتماع اليوم يعني بياتي في اطار خلال الاجتماع اليوم تم التركيز على توفير السلع النقد الاجنبي للسلع الاساسيه زي القمح والزيت والبان البودره وكافه السلع الغذائيه الاخرى. طبعا خلال اجتماع اليوم ايضا يعني تم استعراض المخزون من السلع لدى الجمارك، يعني كما تعلم حضرتك في وارد من السلع لدى الجمارك. طبعا وجدنا او تم استعراض التقارير اليوم الخاصه بتلك السلع الموجوده بالفعل لدى الجمارك. ف يعني خلال اليوم دوله رئيس الوزراء من خلال المراجعه
وجدنا انه في سلع غذائيه وادويه واعلاف بقيمه مليار و600 مليون لدى الجمارك. مليار ايه، مصري ولا امريكاني؟ مليار دولار يا فندم. اوبا، 1.3 من 10 مليار دولار لدى الجمارك. سلع ورده ولم يتم الافراج عنها بعد. طبعا مع التحول او حرص الحكومه على التحول لتسهيل توفير السلع وضبط اسعار السلع، وكذلك في اعقاب الاعلان امس عن الصفقه بتاعه راس الحكمه، وان شاء الله خلال الفتره المقبله سوف يتم توفير المزيد من موارد النقد الاجنبي. فالحكومه من ناحيتنا بتسعى خاصه قبل حلول شهر رمضان المعظم للإفراج التدريجي عن تلك السلع، وده في الحقيقة كان هو محور توجيه دولة رئيس الوزراء اليوم. دولة رئيس الوزراء وجه بأهمية وضع خطة للإفراج التدريجي فورا عن السلع الأساسية، سواء كنا بنتكلم على أدوية أو سلع غذائية أو أعلاف، وإن شاء الله ده هيؤدي إلى إتاحة المزيد منها، وبالتالي المزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. طيب ده شيء عظيم جدا. أنا دايما أجدد طلبي وتوصيتي، الرقابة 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 سيادة المستشار. لا أكيد طبعا يا فندم، يعني المنظومة، يعني في الحقيقة الحكومة بتتحرك في موضوع السلع وأسعار السلع بمنظومة متكاملة، والموضوع بيحظى باهتمام يعني شبه يومي من دولة رئيس الوزراء. احنا كما تعلم حضرتك خلال الفترة الماضية كان دولة رئيس الوزراء اصدر عدة قرارات، وكذلك معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية اصدر عدة قرارات متعلقة بالسلع الاستراتيجية ومتابعة الاسعار في الاسواق. ان شاء الله يعني خلال أيام قليلة بداية من شهر مارس سوف يتم متابعة التزام الشركات والموردين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في على السلع وعلى الأرقص. حلو. وبالتالي إن شاء الله وزارة التموين من خلال اللجان المشكلة على مستوى المحافظات، وكذلك مجموعات العمل اللي وجه دولة رئيس الوزراء السادة المحافظين بتشكيلها على مستوى كل محافظة ستراقب تنفيذ تلك القرارات، بجانب طبعا الجهات الرقابية الأخرى زي جهات حماية المستهلك. إن شاء الله سيتم فرض رقابة صارمة على التزام تلك القرارات. بجانب في نقطة ثانية مهمة أستاذ يوسف حضرتك يمكن أشرت إليها، اتفضلي فندم، وهي إنه مع الإعلان عن الصفقة الكبرى بتاعة رأس الحكمة بدأ سعر الدولار ينخفض في السوق الموازي، وبدأ أيضا بعض أسعار السلع الرئيسية تنخفض خلال الساعات الماضية، الذرة والفول والصويا بالضبط. ده بالتبعية يا فندم هينعكس في بجانب طبعا انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وجهود الحكومة لتوحيد سعر الصرف، ده هيؤدي إن شاء الله هينعكس في انخفاض اسعار السلع ذات المكون الاجنبي، وانخفاض بطبيعه الحال تكلفه مدخلات الانتاج المستورده من الخارج، وده ان شاء الله اجمالا كل تلك الجهود سوف تسهم في مزيد من انخفاض اسعار السلع خلال الفتره المقبله ان شاء الله. بامر الله. انا بشكرك جدا 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 سياده المستشار، تحياتنا ليك سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.